يشعر بأنه كل هذا في صالحه. سمير كمونة بيسجل الهدف الدقيقة 43 والكرة في الهواء بسجل سمير كمونة، وده اللي كنا بنقوله قد يحدث الهدف ده ويغير كل الموازين، يقلب خريبكة بدأ يطفو الجرائد اللي كانت مشتعلة، الأصوات بدأت ويحتفظ بالكرة بشكل قانوني دون أن يكون هناك إضاعة، لكن بتتاخذ وتتنقل هيشوط اصطدام هشام حنفي بالعرض الى محمد بكاري وبالهوا بالغلط وماشي طولت، ولكن الحكم بيصفر وبيقول في ضرب جزاء في ضرب جزاء وفي كارت احمر وفي طرد وفي كارت احمد اللي نزل في الشوط الثاني سعيد المصراوي رقم 14. هادي وبيسجل هادي خشبة ضربة الجزاء الثالثة، وبيصبح ايضا هادي خشبة هو الهداف، وايضا النادي الاهلي هياخد كاس اللعب النظيف وكاس البطولة والهداف. سبحان الله، في اخر 3 دقائق او 5 دقائق كتبت السماء للاهلي كل هذه النعم دفعة واحدة بعد ان ظل محروما منها فترة طويلة. الف 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 مبروك للنادي الاهلي.